بنكمل ويا كلاس روستر. Write a class called roster. Have a following member. Have a following data member. Student list. List of a student. نوعيته. Linked list. JCF class. Each element of the type student. هني مفترض ننزل خلص أول variable. انه يقول لك ان كل نوعية بيكون فيها الاري بيكون نوعية student. عشان نعرف شنو JCF كتبنا في جوجل وطلع لنا هاي Java Collection Formwork. تمام، اذا نضغط عليه كل الليست بيكونون تحت هالكلاس Collection. شوفوا هني array list stack linked list queue كلهم تحت collection. تمام، هاي معنات JCF. تمام، نرجع حق السؤال. يبغي list تكون عبارة عن linked list. تمام، variable أول variable student list بيكون عبارة عن linked list. عندنا size actual number of object of a student in the array list، يعني ايش كثر student عندنا. اوكي، هالكلاس بنخلي اول variable بيكون نوعيته هاي بيكون private يعني linked list. تمام، هو already سوالي import فوق. تمام، ف سيميكولون، بعدين عندي private integer size. هل variable الاثنين اللي بنحتاجهم. بعدين قال لي include the following method in this class and a constructor without any parameter create. شوف هني create student list as an empty list and initialize size to zero. هنا بنسوي تكملة حق ال student list. تمام، خلنا نسوي constructor. بروح كود constructor. وصج يبغي بدون parameter، احنا بس بنختاره عشان نسرع روحنا. تمام، بنشيل هاي من ال parameter. وهني this ما يحتاج، ولكن إذا خليته بعد ما يضر. ولكن لأني قاعد أراويكم الكود فلازم أراويكم الطريقة الصح. الشيء اللي ما يحتاج لازم أشيله. إذن هنا شنو بيصير؟ بيصير new linked list وبس، وهني بيكون zero. في شغلة بعد ضرورية، إن هاللست شنو قال لي؟ قال لي نوعيته student. قال لي ايه element of the type student فوق. تمام، فالليست نبي نحكرها بس حق الستودنت. انقل براكت ونكتب هنا student. فالحين لا integer لا string ولا شيء غير الستودنت، حتى الكورس ما يصير، لازم يكون نوعيته student. تمام، هاي نسبة حق الاثنين. احنا نقدر نخلي comment تقدرون تزيدون initialize the student list to linked list وكذي. زين الحين نكمل. قال لي add student. Insert a new student object at the end of the student list. Object of the type student is passed as a parameter. شوف هني بيستلم object of class student في البارامتر في القوس. If the object already exists in the list, then do not add the object and return false. Else, return true after successfully adding the object. علشان ما نضيع ونعرف شنو يبغي بالضبط، فبناخذ هاي ككومنت. خليه
هني وبيزعجنا انه ودانا لاخر شيء بس مو مشكلة بنرجع هني اي مكان في نقطة وفاصلة انتر بينزل. فهني بطريقة سهلة سويت لي كومنت ويعني الميثود مالي بعد بكتبه الميثود مالي لانه قال لي شنو قال لي نرجع ترو فولد فبيكون اكيد نوعيته بوليان لان ميثود بستخدمه في كلاسات ثانية بيكون public طبعا فpublic بوليان add student مثل ما قال لي شنو بياخذ 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 student type في البراميتر اللي هو القوس فهنا شنو بقول له بقول له student خلنا نسميه in student عبارة يعني كنا student جديد اوكي مو مشكلة يصير بعد student ولكن بيخربطنا يعني هل هو class هل هو ذي فبنخليه بهالطريقة الزين الحين شلون نشيك شلون نعرف ان هاي موجود تذكرون قبل كان عندنا ميثود يتشيك هل الستودنت موجود ولا لا كان يتشيك دوت ايكوالز اذا تذكرون هالميثود بنستدعيه هناك وبنستخدمه لكن المشكلة شنو ان احنا ما عندنا اوبجكت حق الستودنت فلازم نستدعي نفس الميثود يتشيك لنا بدون اوبجكت شلون نقدر نسوي هالطريقة بنسوي extend حق ذاك الكلاس بنسوي inherent بنورث كل الميثودات اللي في الكلاس student الى هالكلاس مالنا فنقول له extend وهنا نقول له student الحين كل الميثودات اللي هناك اقدر استدعيهم تمام فخلى اراويكم مرة ثانية بس امسح الهاي اذا قلت له هني equals شوفوا شنو عطاني اعطاني اوبجكت او بي جي زين هاي من وين هايت من نفس هالكلاس وانا ما ابغي هالميثود انا ابغي الستودنت اوبجكت هاي الميثود اللي انا ابغي تمام فهني بقول اكستند بعدين بقول الستودنت شوفوا الحين عندي اثنين هم عندي مال student وهم عندي مال object إذن تمام الحين استدعينا كل الميثودات اللي هناك نبي نستغلهم هني إذن لازم نشيك داخل الليست مالنا اللي سميناه student list إذن شلون نشيك أول شيء خلينا نفهم شلون بيكون طريقة الليست الليست بيكون عبارة عن كذي ان كذا student بيكونوا موجودين في الليست مثل ما تشوفون بيكون student 1 الاوبجكت ماله هاي هو عبارة عن object هاي object ترى تمام هاي كلهم object مال class student وهاي next يقول لي شنو الاوبجكت الثاني فصار بهالطريقة بعدين هاي next فانا احتاج اول شيء اجيب الستودنت لان ليش شوفوا هني هاي الميثود مو ستاتيك هاي يصير له كول تمام فلازم اسوي له كول عن طريق اوبجكت من ستودنت عدل وعلشان اسوي له لازم ادش داخل الليست واطلع الستودنت بعدين انادي الميثود تمام خلينا نشوف بالكود ان شاء الله يكون اوضح بالكود نروح هني شو نقول له ولأن شنو عدد الطلاب وايد 3 4 5 أنا ما أدري فأحتاج 4 فبقول له integer i semicolon integer i equals 0 i أصغر من شنو من السايز اللي سوينا هاي اللي هني فوق هاي نفسه
بعدين نقول اي بلس بلس. زين سوينا لوب، نفتح قوس، والحين جود براكتس عشان كل قوس نحط له الكومنت ونعرف هاي تذكرة مال اي ميثود. تمام، ايه ففتحنا فور، الحين نبغي نشيك هل هال ستودنت موجود او لا. خب طبعا بنشيك بالاف وبنستخدم هالميثود، هالميثود بيرجع لي ترو او فولس في النهاية. فشلون بنشيك؟ اول شيء بروح داخل الليست، ستودنت ليست، بعدين يوم رحت داخل ستودنت ليست لازم اختار طالب طالب. شلون بختار طالب طالب؟ بقول لك get. زين من وين بجيب الاندكس؟ من الاي نفسه، لان بيبتدي صفر الى اصغر من سايز. تمام، الحين شنو؟ انا صدت الاوبجكت، اوكي الاوبجكت انا صدته، بقى عليه شنو؟ انادي الميثود، اقول له دوت، شوف هنا equals، اقول له دوت، شوف هنا equals student object، هاي الميثود اللي ابغي. تمام، بعدين شنو؟ اعطيه هالميثود، خليني بغيره شوي عشان يكون اوضح، اللي هو in student اللي اقصد فيها new student، فنخليه هنا بيشيك لي هاي الكونديشن، بيعطيني يا ترو يا فولت. في حال عطاني ترو، شوفوا هنا انا ما حطيت وياه شيء، يعني شنو؟ اذا عطاني ترو شغل لي الاف. زين احنا قلنا اذا هاي موجود اوريدي فشنو بيصير؟ شوف فوق شنو قال لنا، قال لي if the object already exist in the list then do not add the object and return false، يعني return false. تمام، فهاي في حالة ان الاوبجكت موجود. زين هني شنو بيصير؟ هني نقدر نحط كومنت ان check inside the list if the تمام. نقدر نخلي هنا بعد نقدر نخلي كومنت ثاني نقول له found same id. تمام، فبهالطريقة نسوي الكومنت حق البرنامج مالنا، اشياء بسيطة يعني. الحين في حالة ان طاف اللوب وما صار فولس، اوكي مفترض في الحالة شنو يصير له اد. فشلون بيسوي اد؟ بنقول له student list اوكي دوت، بنروح الاد مال من؟ مال اللينكد ليست نفسه، باستخدام شنو؟ باستخدام الاوبجكت، لان شنو الستودنت كامل بنحطه في الليست. نقول له new student، خلصنا هني؟ لا، فالحين بنقول له size plus plus، بعدين آخر شيء نقول له return true. تقدرون تخلون comment هني إنه okay the id is not exist so we add the student by linked list يا student list method add أو linked list method add، بعدين we increase the size كذي. تقدرون تخلون كومنت إذا تبغون. إذن فهاي أول ميثود، خلاص خلصنا أعتقد فكرة وصلت. بنروح حق الميثود اللي عقبه، قال لي delete student delete a student object from the student list
the id of the student space as a parameter. هالمرة بياخذ بس id في القوس. If the object is not found in the student list, then the object cannot be deleted and the method return false. Else the method return true after successfully delete the object. خلينا ناخذ هاي مرة ثانية ونسوي comment. انتو خب لا تسوون direct copy, خذوا الفكرة وعدلوا عليه. انا ليش اخلي هاي الكومنت؟ عشان اذا في حالة نسيت شنو الميثود مفترض يسوي, عندي الشرح. عندي الشرح واقدر ارجع له من مكان اروح حق الملف وكذي. في مكان واحد عندي شرح وعندي كومنت فكذي. فهاي بيكون بعد بوليان لانه بيرجع ترو فولد. بنقول له public, بنقول له public boolean delete student افتح قوس. خلينا نشيل هاي من الكومنت. بعدين شنو قال لي؟ pass as a parameter, قال لي id. ناخذ نفس اسم ال variable, يقول له integer id. نفتح القوس. اعتقد تقريبا وصلتوا حق الفكرة, لان نفس الشيء نفس الاد بنشيك في كل مكان. زين, فبناخذ كوبي الميثود اللي فوق تمام. اللوب بيكون نفسه ما بيتغير. الاف هني بيكون في تغيير, لان ليش ما نقدر نستخدم equals هالمره؟ لان ما عندنا object, ما عندنا student object, عندنا id. فلازم شو نسوي؟ لازم ندش, لازم نغير الميثود. احنا استخدمنا dot equals, هالمره بنستخدم شيء ثاني. لان ليش بنقارن id ويا id؟ فعلشان اجيب id ثاني شنو بقول له؟ احنا اوريدي سوينا get حق الستودنت, جبنا الستودنت. هالمرة نبغي الـ ID مال student, فنقول له dot get ID number تمام. وهني نقدر نخلي equal equal, لأن هاي أعتقد long وهاي integer نفس الشيء. فبنقول له ID نعم, بنحط brace لأنه بيكون كذا سطر, وبنحط هني if كوما كومنت. وهاي بعد نفس الشيء حق الفور علشان ما نضيع ونحسب لنا. فالحين في حال حصلنا الاي دي نفس الاي دي بالضبط, بنسوي ريموف اللي هو ديليت. شنو بيقول له؟ بيقول له student list dot remove. بناخذ بالاندكس. الاندكس هو عباره عن شنو هنا؟ عباره عن الاي اللي خذيته, فسيده بشيل ال student. خلصنا هنا. لا بقى السايز نضبطه, نقول السايز ماينس ماينس. وشنو بيصير هنا في حالة صار ديليت؟ بيقول ريتيرن ترو. بنخلي كومنت, خلينا نشوف. خلينا نحط شوي بعد حتى حق الفور, بنقول له go through all student, go through all student. هاي اللوب, خلينا نحط هني اللوب عشان التوضيح. بعدين check inside the list if the student id exists. اوكي هاي تمام, نقدر نستخدم نفسه. هني نقول له
remove the student. مثلا بعدين حق السايز decrease the size return true. تقدرون تخلون comment في حال الحين خلنا نشوف احنا في الاف في اللوب خلاص خلنا نشوف في حال هني ما حصل الاي دي فبيكون شنو طبعا بيكون return false. هنا بنقدر نخلي comment نقول له student ID not found return. تمام فبهالطريقة. هالمثل الثاني بعد خلصناه خلنا نحط comment حق سكة الميثود ما احتاج شيء بس تخلون الديفايد واسم الميثود وانتهى. search student search the student list by id pass as a parameter if the object is found it return its location in the student list else return minus one. تمام هاي الميثود بعد نفس الشيء بناخذها كوبي نخليك كومنت هاي عرفنا ان نوعيته شنو يرجع يرجع لي ارقام فبيكون انتجر او لونج اللي هو يعني المهم من عائلة انتجر ف public int search student ناخذ من هني ونشيله من هني قوس هني بنقول له id num integer id num سكت الميثود ونخلي اسم الميثود عليه. زين الحين بعد بيكون لوب لانه بيشيك الليست فشنو بنسوي بناخذ كوبي تمام هو مثل ما تشوفون هنا اي دي نام فبالضبط بيكون نفس الكود اللي هنا ناخذ كوبي هنا هاي خلنا نشوف هاي القوس مالت الاف فنخليه ريسي بعدين سكت الفور نيم نقول له فور وين شنو بنخليه في حال صاد الطالب والرقم ريتيرن اي تمام وفي حال ما صاده شنو بيصير return minus one. هاي نسبة حق الميثود خلينا نشوف الكومنت اوكي check inside the list هني مو exist location يا index نغيره وبس هاي الميثود حق السيرش. خلنا نحط شوي بعد حق التوضيح return not found student ID تمام هني بعد تقدرون تخلون على فكرة خلنا نحط comment ان ليش حطينا هني extend
نقول له extend student class to access all student method in roster class. تمام؟ كومنت بسيط سطر واحد ما اخذ منكم وقت ووايد يعني يكون البرنامج مالكم اوضح ومرتب. ليش كذي؟ ليش اكستند؟ ليش هاي؟ فاي واحد بيقرا الكود حتى لو ما فهم ما صاد الحطه بالكومنت بيعرف انه ليش انكتب الكود بهالطريقه، حتى اذا بيعدل عليه يقدر من خلال الكومنت لانه فهم الفكره الاصليه. زين فخلصنا من هالميثود. is empty return true if the list student list is empty else return false. اعتقد هالميثود تعرفونه. خلينا نروح حق الميثود الثاني بعد. list size return instead variable size. هاي بعد سهل عليكم. خلينا نسوي دقيقه واحده. نسبح حق هالميثود انا ما بخلي كومنت، انتم تقدرون تخلون. هو مفترض حق كل الميثودات ولكن عشان نختصر نروح حق الميثودات الاصعب. فنقول له public الحين على اي اساس بنشيك؟ اكيد على اساس السايز، ما عندنا شيء ثاني. فنقول له زيرو سيمي كولون. هاي اول نسبة حق اول واحد. هني return إذن الحين قالي get student accept a parameter index of type integer and return the object of the type student in the student list at location index. أعتقد يمكن فهمت الفكرة لأنها سهل وردي سويناه. شنو بنسوي؟ هاي get بيكون عبارة عن get، نفس الشيء بنخلي الكومنت عشان ما نرجع حق الدوكيومنت. ف ما عندنا فاصلة. اوكي returns نقول له public. قالي شنو بيكون نوعيته؟ شنو return؟ قالي return the object of type student، يعني نوعيته بيكون student. وهني بيكون اسمه get student. قوس ريسي بنخلي صكة القوس ونقول student. هاي اسمه get student. زين قال لي نستلم في القوس نوعيات integer. اوكي بنسميه شنو؟ index وبنطلع قيمة الهاي. اعتقد انتو already فهمتوا الفكرة هاي. فبنقول له return direct return لان الموضوع كلش سهل student list dot get وبنخلي الindex. واذا في خلل already هو بيطلع لي الميثود. اذا صار لكم مشكلة ويا هالكود عطاكم error سووا له كاستنج. هنا تخلون student بينحل لكم المشكلة إذا طلع لكم error.
انا حاليا ما طلع لي فاوكي فبخليه بهالطريقة. تمام، فهني تقدرون تخلون كومنت هني، ما يحتاج كومنت هني دايركت، تقدرون تكتبون use the list get method بس، وايد واضح. اوكي، هاي يعطيني الاوبجكت حق الطالب.